في يوم من الأيام جالي شاب في العشرينات متزوج من 3 سنين عنده مشكلة في الخلفة. راح لف على الدكاترة كتير وفي الآخر جه عمل سونار على الخصية. للأسف تفاجأت إن الشاب ده هو عايش بخصية واحدة بس والخصية التانية كانت معلقة وتقريبا ضامرة. لما كان بيعمل تحليل السائل المنوي كان تقريبا بيكون زيرو خالص، والخصية التانية اللي موجودة في كيس الصفن كانت حجمها صغير جدا جدا وحواليها دوالي، وتقريبا فرصة الإنجاب كانت ضعيفة جدا جدا. لو رجعنا بفلاش باك 25 سنة كده لورا، والأم وهي بتغير للطفل حست إن في خصية واحدة موجودة، طلعت بيه على دكتور الأطفال، فحصه، بعته يعمل سونار على الخصية والمنطقة القرابية، نقدر نحدد مدى وجود الخصية المعلقة فين، حجمها، مدى وصول الدم ليها، إمكانية المحافظة عليها ولا لا. كان هيفرق جدا جدا في مصير الشاب ده. ومن هنا نحب نقول لكل أم وانت بتغيري لابنك، لو حسيت بأي مشكلة في منطقة الخصية أو المنطقة القرابية فورا تطلع على دكتور جراحة أطفال. والفحص المناسب للكشف عن الخصية المعلقة أو حتى الخصية الموجودة هو السونار والدوبلر على الخصيتين عشان نعرف حجم الخصية ومدى وصول الدم ليها وإن احنا لازم نحافظ عليها. كل تمنياتنا بالشفاء والعافية لأطفالنا في كل مكان. سلام عليكم.